بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا بكم في الدولة العثمانية الجزء الثاني. بلغت الدولة العثمانية ذروة مجدها وقوتها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فامتدت أراضيها تشمل أنحاء واسعة من قارات العالم القديم الثلاثة، وهي أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث خضعت لها كامل آسيا الصغرى وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا وغربي آسيا وشمالي أفريقيا. وصل عدد الولايات العثمانية إلى 29 ولاية، وكان للدولة سيادة إسمية على عدد من الدول والإمارات المجاورة في أوروبا، التي أضحى بعضها يشكل جزءا فعليا من الدولة مع مرور الزمن، بينما حصل بعضها الآخر على نوع من الاستقلال الذاتي. كان للدولة العثمانية سيادة على بضع دول بعيدة، إما بحكم كونها دولا إسلامية تتبع شرعا سلطان آل عثمان كونه يحمل لقب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، كما في حالة سلطنة أتشيع السومطرية التي أعلنت ولاءها للسلطان في سنة 1565 ميلادية، أو عن طريق استحواذها عليها لفترة مؤقتة، كما في حال جزيرة أنزراوت في المحيط الأطلسي والتي فتحها العثمانيون سنة 1585. أضحت الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول القانوني حكم منذ عام 1520 ميلاديا حتى عام 1566 ميلاديا، قوة عظمى من الناحيتين السياسية والعسكرية، وأصبحت عاصمتها القسطنطينية تلعب دور صلة الوصل بين العالمين الأوروبي والأوروبي المسيحي والشرق الإسلامي. وبعد انتهاء عهد السلطان سالف الذكر الذي يعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي، أصيبت الدولة بالضعف والتفسخ وأخذت تفقد ممتلكاتها شيئا فشيئا، على الرغم من أنها عرفت فترات من التعاشي والإصلاح، إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق. الصورة اللي على الشمال دي صورة أسوار القسطنطينية. طيب، انتهت الدولة العثمانية بصفتها السياسية بتاريخ 1 نوفمبر سنة 1922 ميلادي، وأزيلت بوصفها دولة قائمة بحكم القانون في 24 يوليو سنة 1923 ميلادية، بعد توقيعها على معاهدة لوزان، وزالت نهائيا في 29 أكتوبر من نفس السنة عند قيام الجمهورية التركية التي تعتبر حاليا الوريث الشرعي للدولة العثمانية. عرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلفة في اللغة العربية، لعل أبرزها هو الدولة العلية، وهو اختصار لاسمها الرسمي الدولة العلية العثمانية، كذلك كان يطلق عليها محليا في العديد من الدول العربية وخصوصا بلاد الشام ومصر الدولة العثمانية، اشتقاقا من كلمة عثملي التركية التي تعني عثماني. ومن الأسماء الأخرى التي أضيفت للأسماء العربية نقلا من تلك الأوروبية الإمبراطورية العثمانية، كذلك يطلق البعض عليها تسمية السلطنة العثمانية ودولة آل عثمان. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.